بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. والكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وتالكرام، تعلمون أننا نعيش في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، فعما قليل سيفارقنا هذا الشهر العظيم، شهر التوبة والغفران، شهر نزول القرآن. وتعلمون أن الله عز وجل ما خلق البشرية إلا لعبادته وتوحيده. مرن سن إخوة الكرام، رجالا ونساء، شبابا وشيبا، بأن الهدف ذا الغرض ذا الرسالة التي خلقنا من أجلها هي عبادة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة التي خلقنا من أجلها وغسبوشا الزمان محدود، هذه العبادة وغسبوشا الزمان محدود، أذيس نعبد الله سبحانه وتعالى ثم تنتهي هذه العبادة. الإنسان زنها غيوض سن التكليف وهو مطالب بالعبادة أرمرمي إلى أن يرحل من هذه الدنيا. ولذا ها هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من دسق الله عز وجل الذي القرآن الكريم: واعبد ربك أرمرمي أرغي عدو رمضان دي السوال ذو القعدة لا، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. الإنسان نغوم زنان ميوذ المرحلة للبلوغ وهو يعبد الله، يوحد الله عز وجل، يمتثل ويجتنب، يطيع الله عز وجل في السر والعلانية، إلى أن يفارق هذه الحياة. ولذلك أيها الإخوة، أنت في ذني إجنى النوع من البشرية من المسلمين رجالا ونساء يجدون ويجتهدون أكثر من العمل الصالح في رمضان، في رمضان الصيام، القيام، الذكر، الدعاء، قراءة القرآن، لكن بمجرد أن ينتهي شهر رمضان الإنسان ينقلب على عقبيه عياذا بالله. تغيد زد ذي سيسمح، ربما يتركها بتاتا، تغى مثلا يقرأ القرآن الكريم يهجر المصحف، تغى يطيع الله عز وجل يمتثل ويجتنب، أتفذ الإنسان يتخذ جف، وهكذا منايا لا ينبغي للمسلم أن يتصف به. وهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة عن أحب الأعمال إلى الله، من عن العمل اللي تحب الله عز وجل يتص، إن أدومه وإن قل، أدومه وإن قل العمل وخذروس، ولكن يتيري باستمرار، ما مش تعبد النهار أتعبد التوشة شهارة والنغني وهكذا. لأن نغوم بعض الناس، أسأل الله عز وجل أن يكونوا قلة ذو قرنينة وتيرين شبي كثرة، يعبدون رمضان، فالمسلم يعبد بشهر بعينه، المسلم لا يعبد رمضان ولا شوال. فمن كان يعبد رمضان فرمضان عما قريب سيفارقنا، يرحل عنا حاملا إلى الله عز وجل أعمالنا،
من خير أو من شر. لذا فالمسلم الحقيقي هو الذي يكثر من العمل الصالح في أواخر هذا الشهر الكريم أذي حسبق في النس ما دام عذق من غعاذ النهار نغيومين غنزوم. الإنسان ذي مراجعة شنو التاجر؟ ها التاجر أخميتك التجارة سيمانة غا سيمانة شهانية يتق مثل المراجعة شحال يوي شحال نفذر شحال يخسر. وكذلك نحن نشي النهار كنغدي الأواخر شهر رمضان نزوم 28 من الدقني. الإنسان يجب علينا أن نراجع أنفسنا أن نرجع الحسابات مع الله. إذا وجدنا أنفسنا نقعد الطريق الصحيح نحمد الله عز وجل مرنو فيخ فنغني كما نسنغني أن توب نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونكثر من العمل الصالح في أواخر هذا الشهر. ربما الله عز وجل أذن يغفر ما سلف من أوزارنا، ربما الله عز وجل يعتق رقابنا من النيران في آخر شهر رمضان. ولذلك ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعض الصحابة استقسن عائشة أم المؤمنين من دسنان، ربما السؤال ولتني بعدما فارق الرسول صلى الله عليه وسلم الحياة انتقل إلى الرفيق الأعلى، ننس كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش تغيق العمل من الرسول عليه الصلاة والسلام، العبادة نس العمل نس العمل الصالح، كيف واش تغيق شوي موسانة دي ينقطع شن شهر يجد ويجتهد شهر نغني الله؟ إذا نسمعوا الإجابة من دسنتنا عائشة أم الناس كان عمله ديمة، كان عمله ديمة. ها هذه الكلمة كلمة ديمة ذي الدار عن الحروف الدار ذي الياء ذي الميم ذي التاء مرانو حنازو ذي المعاجي من اللغة العربية أنازخ كلمة ديمة من ناحية اللغة من منطقة ما معنى كان عمله ديمة من تخصتيني كلمة ديمة ممشقان اللغويون قالوا ديمة قانت المطر الخفيف أنزارني يزداد أنزارني يزداد يتكن يومين ترتيا ما بعيا منتشت أنزار يزداد وضي سبور بروق ورواي جهيد. إذن كما أن أنزارني يزداد المطر الخفيف تنتفع به الأرض فمواث فاكوز مثلا زقنزارني يتيري غاس الثمار يتيري غاس مثلا النتيجة غاس زروع الثمار. كذلك بنخزر العلاقة الدان بين كلمة ديمة من ناحية اللغة ومن ناحية العمل المستمر العمل الذي يستمر عليه الإنسان ممش أنزارني الدان مستمر يتكتية ما بعيام تنتفع به الأرض. كذلك العمل المستمر أمنهارا أمثي وشا فاوي الشاش هانغني وخذروس تزدغ الفرائض النشط تقي بعض النوافل امتثل اجتنب احفظ الجوارح النشط وهكذا. لذا أيها الإخوة باش نسن الأهمية للمداومة على العمل الصالح نجد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا نام أو مرض عن نافلة كان يقضيها رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم تغى مثلا كان يقوم الليل تغى التهجد يكثر من العمل، لكن إج نهار ربما يهرش نغ مثلا يوسس جيدس أركعني تغى تقيد النظوة تقيشة تغى يخد فيثنت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي النافلة مع أن النوافل لا تقضى توتق شوي النوافل تعذوذ واحد ثقيدشا الانسان يطالب بالقضاء من غث قضيذ ما يعذو ذاك الدوان يغذر المغاب يغذر عصا وتزول ذا تغرفل، لكن النافله للنافله. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقضيها باش نسن الاهميه الاستمرار ذا المداومه على هذا العمل الصالح. ولذلك قال عليه الصلاه في الحديث الذي رواه مسلم من نام عن نافله أو نام عن ورده مثلا ذا الدعاء نغذ الذكر فأدرك هذه النافلة
قبل صلاة الظهر الله عز وجل يتاريس النافلة أني أخمتي قذل أختي النس. وهكذا إخوة الكرام، وما يتعلق بالمداومة والاستمرار على العمل الصالح انت فغاس الطاسن الثمرات وني الدوام نخل العمل الصالح. أولا فهذا الإنسان دائما يترقب الله عز وجل، يسن بأن الله عز وجل يخلق في ظل العبادة، والله سبحانه وتعالى وهو معنا حيثما كنا وارتحلنا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى أذن غيحاسب عن كل كبيرة وصغيرة يوم القيامة، يوم نقف أمام أحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين. لذلك أيها الإخوة، ما يتعلق بالمداومة الاستمرار على العمل الصالح ذو الفرائض نغذ النوافل غاسج الأهمية عظيمة، غاس ثمرة محسوسة في هذه الدنيا وفي الآخرة يوم القيامة. اسمعوا من دنغينا رسول الله في الحديث القدسي ما يتعلق بثمرات المداومة على النوافل، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خساري النتيجة من غيك الإنسان يحافظ على النوافل تاكل الفرائض توتقش النوافل إنسان تحفظ خزنت من نهار أمتي وشا. لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من ثمرات المداومة على النوافل محبة الله عز وجل، وكفى بها شرفا ومكانة إخوة الكرام. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه. هذا الله سبحانه وتعالى يقول لنا هذا في الحديث القدسي. ومن ثمرات إخوة الكرام، ومن ثمرات المداومة على النوافل والعمل الصالح، قلنا معشر المسلمين ونحن نتحدث عن الاستمرار والمداومة على العمل الصالح مقتديا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قبل الأذان بنذ مني يتحفظ على الفرائض ثم ذي النوافل ويداوم على هذا العمل الصالح، هذا يحبه الله سبحانه وتعالى كما رأينا في الحديث القدسي. ومن ثمرات المداومة على العمل الصالح وإن كان قليلا أنه نيد دوما خل عمل صالح، فالمداومة على العمل الصالح ونتنذيج سبب من أسباب دخول الجنة، ونحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتكرم علينا بدخول الجنة وأن يبعدنا عن النار. النغوم ونيت قنشان العمل يسير وخذ النافلة، ولكن المداومة الاستمرار ونتني ذي جن سبب من أسباب دخول الجنة. ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن رباح، بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجن هاي الناس رسول الله اسمعوا من دسينا ينسي بلال، حدثني بأرجى عمل عملته. يا بلال كشير خبار خشان العمال ثقيت من النوافل من العمل الصالح، هذا العمل ترجو من ورائه أن يثيبك الله عز وجل عليه أجرا عظيما. يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الدنيا فإني سمعت دفن عليك في الجنة. هذا رسول الله، رسول الله رأى الجنة والنار
ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسرى داخل الجنة يسرى رثار وثيرا بلال بن رباح مؤذن رسول الله. تاني ذي سجل المعنى أن بلال سيكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك في الجنة. منت العمال ثقيد شك ترجو وتتمنى الله سبحانه وتعالى أدش وشج العمل إجن الثواب عظيم. إنس يا رسول الله إنس ما توضأت من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ما تطهرت. من تقول يا بلالي إنس مرمي ما غرضه الطهارة الكبرى أو الصغرى مرمي ما الطهارة يا رسول الله سديرث نغسواس إلا أزسقغ بعض النوافل بعض الركعات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أفاد بأن الذي يتقرب إلى الله بعمل ذي الفريضة نغذ النافلة ويداوم عليه ونتلي ذي السبب من أسباب دخول الجنة. ومن ثمرات المداومة والاستمرار على العمل الصالح الذي يستمر على العمل الصالح ونتني كذلك ذي جن السبب من تكفير الذنوب. ونغيق نجن العمل نجن النافلة نغذي جن الفريضة يحافظ عليها أم نهارة أم ثيوشة أم شهارة أم النغني أم عامة إلى أن يفارق الحياة ونتني ذي جن السبب تكفران غزي صلى الله عز وجل الذنوب ذي الأوزار. ونشن معشر المسلمين نرتكب ما نرتكب من الآثام. هكذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن وني الدوى من خل عمل صالح ذي الفرائض نغذ النافلة ونتني يحبه الله. ثانيا ذي جن السبب من دخول الجنة. ثم ثالثا ذي جن السبب اتكفارا غزي صلى الله عز وجل الذنوب ذي الأوزان. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول لصحابته ويقول لنا أيضا أرأيتم اتشنغج المثال المحسوس أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم هل يبقى من درنه شيء؟ الناس لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. إنس فذلك مثل الصلوات الخمس. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجسد لنا إخوة الكرام هذا العمل بالمثل المحسوس باش أنس الثواب من المداومة على العمل ذي جن السبب تكفرا رزق الله سبحانه وتعالى الذنوب ذي الموبقات. إنس أرأيتم شن جن الزوم غاش جن غزار إغزار ومن يتزر غطواثن يتقذس الاغتسال كل يومين واش بنادم خاص يقيم شان الوسخ شان الدرن ان الناس لا ايوا الناس ونديج المثل فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ويقول الرسول عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفاره لما بينهن اذ اجتنبت الكبائر تغزل الثواب الدان غال مداومة الاستمرار على العمل الصالح. الصلوات الخمس واني غيحفظ الصلوات الخمس أم نهارا أم في الشهر أم رمضان أم شوال ودي رمضان الذي انت مزيدة وين عمانت بعد العيد أنا في الإمام كيس 40 يوذان المداومة على العمل الصلوات الخمس واني غيحفظ الصلوات الخمس في أوقاتها والجمعة إلى الجمعة هذه حافظ صلاة الجمعة ديجن الفرض فرض الله سبحانه المسلمين ورمضان صيام رمضان من سنة إلى سنة من النتيجة من الثمرة يدن غمنايا كفارة لما بينهن مرث بعد بطبيعة الحال عن الكبائر والموبقات. أخوة الكرام ما تبقى إن شاء الله من الدقائق المعدودة في هذه الموعظة
التي نختم بها دروس ومواعظ شهر رمضان، سنتحدث ولو بإيجاز عن فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر شهر رمضان. إفرض خانغ الرسول عليه الصلاة والسلام يجل الفريضة بأمر من الله، خميدا غيني مثلا أحد الصحابة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، إذن من الذي فرض؟ رسول الله، لكن بأمر من الله. فالرسول عليه الصلاة إن هو إلا وحي يوحى، ما فرض زكاة الفطر إلا بأمر من الله. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. الرسول عليه الصلاة والسلام يفرض المسلمين زكاة الفطر في آخر شهر رمضان لحكم، نعم، من بين هذه الحكم أن زكاة الفطر تطهر الصائم من اللغو والرفث. من عناوني الزين غذايا زنيغ الطمغاث يزوم شهر رمضان ممشي أمر الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله وقليل ما هم. انشن مرة يذنغ نصوم عن شهوتي البطن والفرج، نطلق العنان لجوارحنا وحواسنا، السب والشتم والغيبة والنميمة والزور والبهتان إغويان. ولذلك رحمة بنا، رحمة بنا باش الله سبحانه وتعالى أذن غطهر الصيام النغبي هذه الفريضة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، ثم زيد وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين دجن الإعانة دجن المساعدة لإخواننا المسلمين الفقراء المحتاجين. ولذلك قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال مثلا في يوم العيد، حتى أنت الفقير النيد المسكين النيد هذه قبضة الداه النس هذه عيد أكثر النس. وهذا تاني ذي الحكمة من زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ربما ذي النشان الروايات تقول من أداها قبل الصلاة، وإني غيكشن زكاة الفطر قبل ذي راح غصنا العيد فهي زكاة مقبولة، وإني تغيجن غير أحد الزد العيد عاد غي السفق زكاة الفطر فهي صدقة من صدقة ولا تسقط عليه كما سنرى بحول الله. زكاة الفطر غاس التاسن الأسماء في الفقه الإسلامي، العلماء الفقهاء أطلقوا عليها كثير قناة زكاة الفطر، وتسمى بزكاة الأبدان وتسمى بزكاة الأنفس. من يتسمى زكاة الفطر؟ قناة زكاة الفطر، لأن هذه الزكاة تجب على المسلم بمجرد خروجه من شهر رمضان ودخوله في شوال. إذا تغيزوم نهار مديو في شوال إذا تجب هذه الزكاة بمجرد فطره. صافي نكمر الصيام تجب علينا هذه الزكاة، ولذلك تسمى بزكاة الفطر وتسمى بزكاة الأبدان. تسمى بزكاة الأبدان ما يمي لأن الإنسان يؤديها عن بدنه، كل جنس زين يسفخ البدن هذه تسمى بزكاة الأبدان، وتسمى أيضا بزكاة الأنفس. قالسك زكاة الأنفس ما يمي يتشت الإنسان يخف النس ذيوذن كيس يزدغن ثار والنس يمس بابس وما إلى ذلك، تجيب عليه وعلى مثلا يوذن النيدان مثلا ينفق عليهم في داره، سواء يماس نغذ باباس نغذ طاونس نغذ الخدم وهكذا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير
على الحر والعبد والذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين، حديث متفق عليه. أخفي فرض الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفريضة زكاة الفطر على الحر. قد يقول قائل الحر أم الأقول الحر والعبد، العبد لا يملك مالا، العبد اسمه تودد جنوخ تنهروات دينشا اسمه وخس غي السفغن حتى انت مملوك خس السفغ سيد النس. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمرين أو شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين، النغوم حديث متفق عليه. هذه الزكاة تسنذان، يسألون متى يؤدي ومتى يخرج الإنسان زكاة الفطر، من مي غنسفغ زكاة الفطر؟ ها إجني سقسي إذن نظم فايد النظ إن شجن تمغاث سفغ زكاة الفطر ذي نهان 17 من رمضان، نهان 17 من رمضان في ذكرى غزوة بدر. متى تجب زكاة الفطر؟ زكاة الفطر تجب على المسلمين ليلة العيد بعد الغروب مباشرة، شنو مران زوم 29 في وش إن شاء الله ذي الحد خميغة غريت فوشت أذي الدن مغاب أنا ذاك رخدني التيري. زكاة الفطر واجبة على المسلمين، تجب على المسلمين ليلة العيد بعد الغروب. الإنسان يؤديها في تلك الليلة أرمر مي المهم يؤدي هذه الزكاة قبل ذي راح غالصلاة، ما رجت بعد الصلاة تغي ما ديج صدقة من الصدقة. الله يجزيك بخير. وأجاز العلماء، أجاز العلماء إقراش زائز للإنسان أذي قدم أذي السفغ زكاة الفطر أتي السزوار قبل العيد سنهار نغس يومين. ها شنو نهار ما نغس ما ذي السفغ تي وش أذي السفغ. أجاز العلماء وخا نتث وخا نخدي واجبة الليلة العيد، ولكن جائز الإنسان أتي السفغ بيومين أو بيومين. يوني ذا شينا نقي السفغ تمغاني ذي نهان 17 من رمضان إن شاء الله صدقة مقبولة وأجرها ثابت عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذن السؤال والسؤال الثالث ربما، ما مقدار هذه الصدقة؟ الحديث المتفق عليه قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، صاعا الصاع نغوم ديس أربعة أمداد المد وهو أورون بن ذم. المقدار النس على حسب من ديس غاني كذي الصاع ني مرات قد ديستيني ماشي شنو القمح ماشي شنو الأرز، ربما 2 كيلو 200 و 305 2 كيلو دار ذر ذوني تاني ذا المقدار من الصاع. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو من شعير. ثم ذني السؤال نغني نتسرايا مرارا وتكرارا كل سنة، واش السفغ؟ السفغ مثلا الصاع ما يتعلق به ثيني نغذ الزبيب نغذ ذان نغذ من دين نغذ السفغ القيمة. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الصحابة رضوا تغوى السفغ بالقيمة، تغى السفغ ما يعرف تينين نغوم الأقيت اللبن المجفف وما إلى ما نيني تغزي إتعاملا. لكن انهار تغيرت الأمور، انهار ربما الإنسان ما لذك شيدة 40 دورو يجمع دعشارة في 20 فرانك التنفع خازي ما لذك شيدة 10 كيلو نغ 20 كيلو أموة. لنفرض أن إذن مارس سفغن آن وشائج انتجت نكسس قندرين وان قندرين وان يتجمع ذني تانية والنيت يسغين يسغي مثلا 5000 فرانك 5 كيلو نيغ 10 فما غاث اني ماني تغاث قتا حتى رغاث حان تتزلس وزين انتما. وعلى هذا أيها الإخوة يجوز للإنسان أن يخرج القيمة، والقيمة كما تعلمون جميعا 20 درهما حددتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وهذه الزكاة لمن تعطى أو قبل
الحديث عمن تعطى، هذه الزكاة من الأفضل ومن الأولى أن تعطى، أن يعطيها المسلم في حيه، في متجره، في مدينته. من ازدغ، من ازدغ داخل المسلم، أزخ الجيران النش، أزخ الفقراء المساكين، وشسن زكاة الفطر لا يجوز نقلها من مكان إلى مكان. الإنسان ازدغ ذاني تاني ديجع دار، أدي جمع شهر رفني 15 رف، أتي سكار كبداني نغتي سكابني سعيد نغا وعاوي، لا يليق. الأول يخسن غناء إيبوبريين، أن غناء المساكين، أن غناء الأراميل كين غيدان. أخميني مثلا وانتي فوكين غ الفقراء ذاني تاني، أنا العمر نغا رح مثلا غا يثحج جاني غا ماني نغني. لكن أخي المسلم شكة تجد مثلا الفقراء طافنش الجيران شكيت حد لا يقرا شق غاري الاقارب ديها غاري الاقارب ذي بويفا ايوا الاقارب هذا سكت 10 فرانك 15 الف ما هذا القريب ذي وما شني غذ الاخ ني غذ عندي شني غذ كذا روح قاس كومبران 100 150 الف مرا سي دار بي وسخاك او كش اسمي زي غيعيذني مي غير زغت عيض مي داس غتكاع شاره في 26 السرب ويا فارر بن سعيد هذا لا يلي. اذن زكاه الفطر امي تغانوش أتنوش للفقراء للمساكين كين غيدان. كم من إنسان مريض ذين بنذم يهرش ذا الجنس وذا ستاريذ برخبة يهرش ربما وغسمي زيغي سغدوا واسمي زيغي سغشن حاجة النغني شكات جدو مجدني تاني غتاحد ماني النغني. قد تكون هناك أرملة أرملة ثجت غستا ونس غسي يجيرن ودي ساس جو ذني تحن غام زيدة يتمد فوس وثاتي غتاع غام زيدة ني غتاع غا السوق غتاع غا الشوارع ذي الأزقة تمد فوس نس أتسول وهذا يستدي بوذ وادي بوذ المهنة النس. أنا زوخ الأرامي ذي اليتامى غذا سنوش ما فرضه الله علينا معشر المس قد يكون طالبا ضجع نش الطالب يقرأ مثلا يقاضي ذي الكلية ذي سروان نغجوش ذا أوكشس الزكاة يحتاج الأدوات ويحتاج الملابس ويحتاج الأحذية ويحتاج مثلا ما يتعلق بالكتب. قد يكون إنسان مثلا يتود شوي يتود 5000 6000 10000 من داس غادي ديك الزمان ونيدي تاون 10000 راك ديك الزمان غادا تسوض ربيدو نزتي سكو 11 12000 مرمي غيوزع انت مرمي غيسيطا والنص مرمي غيخبز فاوت مرمي غي وهكذا. زكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين ذن إجن الفئة ذن إجن الفئة من البشرية سننتن مرة يتسولون يتخذون التسول مهنة وحرفة. انت في ثندير سواق انت في ثنغاث واه انت مزيدوين انت في ثنغاث واه فران اين تخذ المنايذ الحرفة ولذلك ايها الاخوة الرسول قرن اغنوهم عن السؤال يوذنا إذن يتخذ التسول ذي الحرفة ذي المهنة قد تجده حتى في يوم العيد. انهاني نعيد انهاني نعيد تفذي الجوار أتفذي الجوار خذوا ذرين يسقاقوا بيعزوا زكاة الفطر. واسمعوا أخيرا معشر المسلمين باش نختم سمح معايا ماذا كان يقع في زمان صحابة رسول الله في زمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي توغسن ما يعرف بالعساس أو العساكر أو الجنود أو الحراس توغذن إجن الفئان الحراس من تقل يوم العيد أقوان دي الأزقة أقوان دي الشوارع أقوان مثلا خذرين ربما أذا فنشل الفقير يتسول انهاني ودبو التسول انهاني روح تعيد ذاك ثاونش ما رو فنشن الجنداء يزنغ طمغاث يتسول يتتاذي نهار العيد تدفنتذ أثوين أكيس قل لي استجواب ما الذي جعلك أو جعلك ما يمتفض نهارا تحت التاد ما رو فين بناد مني نغثم غاثني فضعاف وغاشة محتاجة ودي من غاثش ودي من غاثسو هذا سنين ماني زدغذ ما تلحين ما نمشان زدغق مشان ويفراني هذا احنا غاش جيرانسن الجيرانسن أثن وبخن مليح ما يمتجين بناد مواني تاني يخرجوا يوم العيد يستجدي الناس ما لو فين بناد من نغاس شنوي وذاني تخذن المهنة مثلا التسول ذي المهنة يؤدبونه ربما السجن ما لو فين غاشن المال جمعيث
تسناس باش واي تعوي شان نهار نغني يتسول في يوم العيد. نسأل الله عز وجل أن يتغمدنا برحمته الواسعة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. يا رب اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له الحق علينا. اللهم يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.